اليوم تواجدك خبرنا عنه بخصوصي هيك رسالة الفنان قد ما مهم يكون عنده رسالة خصوصي بتخص الأطفال السرطان. هاي أنت لابس الإشارة تبعهم اليوم. يس أنا لابس الإشارة هاي أعطوني إياها لما رحت زرتهم زرت السنتر بلبنان. It was very heartbreaking for me بصراحة. يعني أنا لما رحت شفت إنه أطفال مش عم بعيشوا حياة زي طبيعية زي الأطفال التانيين. فمي being here to help is something that I truly يعني هيك بخليني أحس إنه I am doing something. وكأي فنان هون موجود الليلة إحنا عم نستخدم دائما أصواتنا, فليه ما نستخدم صوتنا لإشي منيح for a good cause. عمل فني عم تخصصه لأطفال مرضى سرطان بالمستقبل؟ يعني never say never, يعني أكيد يعني if it's the right move it's the right, بس أنا دائما ملخص إيش ما الناس بدها بعطيها إن شاء الله. شكرا كثير لتواجدك معنا وشرفنا على ليالينا. Thank you حبيبي, thank you so much.